امي فين؟ الحاج نزلها في الجنينه. وانت زي ما تقوليليش. انا بحسبك عارفه. ان شاء الله نقول لها. مالك يا ماما في ايه؟ سلامتك. الله يرحمك. الله قلبك. ايه؟ مالك يا حبيبتي؟ الف سلامه عليك. ما تخافيش يا حبيبتي. انا كويسه قوي. دول شايليني هنا على كفوف الراحه. وكل الحكم طلعوا وشافوني وكشفوا عليا. ايوه عملوا لها اشعاعات ومحاليل. وشفت راجل القبهة الراجل المجد عمل ايه مع امك وانت مش موجوده؟ وقال ايه مش عاجبك ما جايبه ولا هداياه. حق الراجل ده انا حبيته كده لله في لله. يا رب يا بديعه يا بنتي يرزقك بعريس زيه. هو انت كنت شفتيه قبل كده ولا حتى تعرفيه؟ هما دول نسبك اللي انت هتموت عليهم؟ يموت؟ ده لو كان مات كان زماننا دفناه. خليل. ايوه. الحاج عايزك. طب بسرعه قبل ما يدفنوني هنا. والنبي يا حبيبي. نعم. اشكرهولي. العفو يا اما. حاضر حاضر. طيب يا حبيبي. بعد اذنكم. ويشكروا ليه يا اما؟ هو انت كان ناقصك حاجه في البيت؟ جرايه يا زهر. ما تعقلي كده. بقى بالذمه البيت ولا الامل اللي الحاج عاملها لامك هنا؟ ما تعقليها يا خالتي. كل شيء اسمه النصيب يا حبيبتي. ما هو الاسم والنصيب يا خالتي جمله حد بنتك بيقولوا لها شبيكي لبيكي الخير والهنا تحت رجليكي. هي بنتك اللي بتتبطر. وبعدين يا بديعه ما تلمي نفسك بقى. ما تلمي نفسك يا بنتي وحطي لسانك جوه بقك. ليها حق تتبطر ما دام العرسان اللي يشرحوا القلب عمالين يتنططوا حواليها. يا اختي كفايه بقى كفايه. فضونا من السيره دي نتكلم في سيره تانيه. سبحان الله سبحان الله. الحاج كان عايزك ليه يا خليل؟ مش هتصدقه. لا يا اخويا انت انت بس واحنا هنصدق. حقه الحاج ده عامل زي خاتم سليمان. الراجل ده صعبان عليا قوي والله يا زهرة. فضل يتحايل عليا بتاع ساعة ونص عشان اوفق اشتغل عنده. بالعافية وفقت. وكلم الجدع اللي اسمه منتصر اللي شغال معايا ده مش عارف جدع كده وقال له اديله مرتب 1000 جنيه في الشهر. ايه 1000 جنيه؟ 1000 جنيه ليه؟ هو كان هيشغلك وزير؟ لا ايه ده؟ انت جننتي ولا ايه؟ انت فاكره نفسك كده فرح بلدي؟ انت يا اختي هنا في مستشفى 5 نجوم. انت يا اختي هتخمسيني من اولها؟ لو انت فاكره كان هحزن المستشفى اللي انت بتشتغلي فيها. لا يا حبيبتي ده انا فرحانه بالامل اللي هيبقى فيها عريس بيتي.